افلام مصر العالميه ده كانت حكايتها ان الدوله هي اللي بتنتج، عملت افلام حلوه جميله جدا، عملت الارض وعملت الزوجه الثانيه وعملت القاهره 30. فكان شاهين نفسه بقى يعمل العصفور. العصفور ده اللي بيحكي عن ان بعد 67 المصريين مش هيستسلموا، لا هنحارب هنحارب. وعملنا حرب الاستنزاف من اعظم الحروب على مستوى العالم كله. فعلا مصر ورجالة مصر وجيش مصر وشعب مصر رفض الهزيمة، وعبد الناصر قال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. فكان لازم نجهز نفسنا ونعمل الحرب الاستنزاف عشان خاطر هنرجع أرضنا، هنعمل 73. يعني هو كان شايف ده، مع إن ساعتها السادات ما كانش بيقول كده، وكان عامل اتفاق مع إسرائيل وهدنة والحرب لا حرب ولا سلم، كلام الكسكسي ده. لكن شاهين كان مصر على إنه يعمل عصفور، والدولة خلاص احنا ماضينا عقود مع الدولة داخلين نصور يوم السبت. فجأة الدولة قررت انها مش هتعمل انتاج نهائي ولا العصفور ولا غير العصفور. طب احنا وقعنا في حي صبايس. الحمد لله ان شاهين عنده علاقات كويسة ناس كتير قوي. اول واحد طبعا يعني اشكره جدا الاستاذ احمد رشجي المخرج الجزائري. ده كان مقتنع بشاهين وبيحبه وصاحبه، فقال له ما تقلقش يا شاهين انا هعمل لك الفيلم. وفعلا اتفق مع هيئة السينما الجزائرية الأونسيك ان هو هيخش معنا شركة في الفيلم ده. بس عشان تعمل الفيلم ده كان لازم تعمل تنشئ شركة. هتعمله ازاي انت ما عندكش شركة؟ فنزلت انا وشاهين رحنا على شارع شامبليون في وسط البلد، لانه كان رجع بقى من لبنان، وشقته اللي كان في الزمالك باعها وما عندوش حتة يقعد فيها. الدولة استضافته لما حسنين هيكل، قال له ايه لازم ترجع، لان عبد الناصر سال عليه فين شاهين، قالوا له في لبنان بيعمل ايه. قال لا شاهين لازم يرجع، ما ينفعش يعني عشان ديوا له افلام ديوا له الشغل. فادوا له فعلا فيلم الارض، وقعد في المركب هيلتون اللي على النيل، اوضه صغيره كده كان عايش فيها، فما عندوش مكان يعيش فيه، وعايزين نعمل شركه عشان نعمل فيلم العصفور. فنزلنا اجرنا الشقه الصغيره دي اللي في شامبليون، اللي هي بدايه النواه لاكاديميه افلام مصر العالميه، اللي ما شاء الله عملت حاجات مشرفة وأفلام عظيمة. ابتديناها يوميها بقى في سنة 72 أجرنا الشقة دي، وكانت الأسعار بسيطة، كان 17 جنيه الإيجار، وكان مش عارف الخلو 200-300 جنيه حاجة كده. أخدنا الشقة أوضة وصالة، عاش فيها شاهين ومراته، وعملنا فيها الشركة. كرسي ومكتب صغير كده، وبعدين ابتدينا بقى كل يوم نزود نعمل اي حاجه في الشركه عشان خاطر نعمل الفيلم. وعملنا فيلم العصفور، وكان دي بدايه افلام مصر العالميه لغايه لما ربنا فتح عليه بعدين، وعملنا اسكندريه ليه واسكندريه كمان وكمان، ورجع تاني لا شقه كويسه في الزمالك عملها. اما الشقه دي فضلت مع المكان اللي هو عايش فيه لغايه لما اتنقل للزمالك تاني، خدت مش اقل من 3-4 سنين يعني.